الكبسة السعودية من ألذ وأسهل الأكلات، ومناسبة قوي لأكلات الصيف السريع، وفي نفس الوقت لو عندنا عزومة هنعملها وتطلع اللحمة دايبة والرز النسري وطعمها خطير. بنزل بمعلقتين من الزيت، لكن أنا استخدمت السمنة علشان طعمها أحلى، ونزلت عليها بالبصلة وشوحتها فيها، بعد كده نزلت عليها بالبهارات الصحية، وطبعا هكتب لكم كل البهارات اللي استخدمتها في الكبسة. بعد كده البهارات المطحونة واللي كانت عبارة عن بهارات كبسة وبابريكا مدخنة وحبها مطحون، وطبعا ملح وفلفل أسود، وبعد كده شوحتهم مع بعض كويس جدا، ونزلت عليهم بواحدة من الفلفل الحار وفلفل البارد واربع فصوص من الثوم المطحون، وابتديت ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا لغايه ما حسيت ان النكهه بتاعت البهارات اللي انا استخدمتها كلها بقت ظاهره قوي. ابتديت ان انا اضيف اللحمه بتاعتي، وفي الكبسه بنستخدم لحمه غنم او لحمه ضاني بالعظم، لكن انا استخدمت لحمه بقري وبدون عظم، فتقدروا تستخدموا اي نوع لحمه. بنشوح اللحمه بعدها مع الخضار والبهارات اللي احنا ضفناها، وبنستمر في الموضوع ده لمده حوالي 7-8 دقائق لغايه ما بعد كده بنضيف عليها معلقه من هريسه الشطه، ومفروض ان انا بننزل عليها بمعلقتين من الصلصه، لكن انا ما كانش عندي صلصه فنزلت عليها بنص كوبايه من عصير الطماطم الفرش. وفي الوقت ده بكون مجهزه ميه سخنه لدرجه الغليان، وبنزل بيها على اللحمه وبغطيها تماما بيها، وبسيب اللحمه لغايه ما بتستوي تماما. انا بحب اسيبها لغايه ما تستوي كده ان هي تكون دايبه تماما، وبعد كده ببتدي ان انا ارفع اللحمه من الشوربه او البراين ده، وبعد كده بصفيها كويس جدا علشان ابتدي ان انا انزل فيها بالرز. طبعا لازم اصفيها كويس جدا، وبكون غسله الرز بتاعي لو الرز بيحتاج ان هو يتنقع بتنقعوه، وبنزل فيها على بالرز على الصلصه بتاعتي. طبعا بنكون معايرين المقدار اللي احنا هنضيفه، وبسيبه لغايه ما بيستوي، وشوفوا قد ايه الرز نسري كان خطير، طعمه تحفة يا جماعة، واللحمة كانت دايبة بطريقة كان طعمها تحفة جدا. ولو حابين ان اللحمة تكون متحمرة او مشوية اكتر، تقدروا تدخلوها في الفرن تحت الشواية، وتقدروا تحمروها كمان في طاسة لو حابين، وطبعا عملنا معاها سلطة الدقوس. اكتبوا لي في الكومنتس لو حابين نوعية الاكلات اللي بتكون في حلة واحدة وبتكون لذيذة.